تكشف شهادات العمال في قطر عبر وسائل إعلام وتقارير منظمات دولية الانتهاكات المتواصلة لنظام قطر بحق العمال وزيف حملات العلاقات العامة التي أطلقتها لتحسين صورة الوضع المأساوي للعمالة الأجنبية، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات بين صفوف العمالة في الدوحة. قبل أيام كانت قطر على موعد مع تظاهرة نظمها عمال احتجاجا على عدم حصولهم على أجورهم، مما أعاد إلى الواجهة قضية الانتهاكات المستمرة لحقوق العمال التي انتقدتها العديد من المنظمات الدولية. تلك المظاهرة لم تكن الأولى للعمال في قطر، ولم تكن المبررات من جانب سلطات قطر هي الأولى التي تتحدث عن تصحيح أوضاعهم، حيث ادعت سلطات قطر أنه بعد تحقيق فوري فإنها اتخذت خطوات لضمان دفع الرواتب في الأيام المقبلة. ذاتها المبررات التي تطلقها سلطات قطر وتكشفها تقارير المنظمات الدولية عن الظروف الصعبة التي يعيشها العمال في قطر بمطالبتهم بأجورهم وعن الخروقات التي تمارسها سلطات قطر لحقوق الإنسان ضاربة عرض الحائط بلوائح وقوانين العمل الدولية وبعيدة كل البعد عن طرح قناة الجزيرة القطرية التي طالما تحاضر عن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان عنها وعن مموليها براء. شهادات متواصلة للعمال في قطر وتقارير دولية تكشف يوما بعد يوم فشل الآلة الإعلامية وشركات العلاقات العامة المحلية والدولية في محاولات تنظيم حملات ناجحة لتحسين صورة الوضع المأساوي للعمالة الأجنبية في قطر، على الرغم من انفاق مئات الملايين من الدولارات والتي كان من الأجدى أن يتم توجيهها للانفاق على خدمات للعمالة الأجنبية التي تمثل ركيزة أساسية في مختلف ضروب الأنشطة والأعمال في قطر.